طبعا احنا تجمع شباب 17 فبراير متطوعين في الجمعيه هذه، قمنا بالحمله نادينا الناس والحمد لله نلبوا نداء الوطن وجو، لان حملتنا نحن تعتمد على الناس المتطوعه من ناحيه السيارات ومن ناحيه الايدي العامله، والحمد لله رب العالمين وفقنا فيها. نحن بدينا فيها من الخميس اللي قبل اللي فات، يعني هذا ثالث خميس لنا باذن الله تعالى، وكل خميس الحمد لله يعني نتوفقوا احسن وتعلموا من التجربه اللي قبلها، لان اول تجربه ناخذوها في عمليه نظافه مدينه بنغازي، ولله الحمد يعني كل ما لها كلمه تكون احسن، وكل ما لها كلمه تزيد نطاق يعني نطاقها متوسعه لمدينه بنغازي، والحمد لله رب العالمين. يعني الناس اللي شجعتنا من الخميس اللي قبله الخميس اللي بعدها ان هي الناس تخطم علينا وتشجع فينا، بارك الله فيكم، من نساء من اباء من امهات من اجداد، يعني كلهم شاركونا، من اطفال، من تشجيعات، من تقديم المساعدات والمياه والعصائر، يعني كل شيء كان مشجع وحافز معنوي كبير 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 بكل، يعني ولله الحمد اولا واخرا. نسال الله ان نزيدوا في نشاطاتنا من تنظيف الارصف وتزويق الارصف، ويعني ان شاء الله تعالى حنطلعوا بنغازي باجمل صوره وتقعد من اجمل المدن ان شاء الله في العالم باذن الله تعالى.